طيب بخصوص المقطوع رواتبهم بتقارير كيدية، يعني هدول الجماعة بقول لك إحنا أبناء فتح وإحنا أبناء الشرعية وأبناء كذا وقطعت رواتبنا وإحنا مستغربين كيف قطعت. هذا من مخلفات الانقسام وما جرى بعده، وأنا بقول لك نحن نتحمل مسؤولية في ذلك، وأنا بقول لك ربما أخطأنا في ذلك، وربما اعتمدنا على تقارير كاذبة في ذلك. أنا أقول لك بكل صراحة وبكل جرأة، نعم نحن أخطأنا في هذا الموضوع. طب وربما وقع الظلم على العديد من الإخوة والأخوات في هذا الموضوع بطريقة كيدية، نحن أخطأنا فيه وسنراجع أنفسنا فيه.